صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، وصباح ملؤه التفاؤل والإنجاز. هذا الصباح الذي يحمل معه كل الأفكار المبدعة والمبتكرة لتطوير هذا المجتمع الذي نسعى من خلاله حقيقة لتوفير مجتمع أكثر صحة وسعادة. إذن حياكم الله معانا في برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. هذا البرنامج حقيقة مستمعينا تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. ونطرح في هذا البرنامج دائما مختلف الموضوعات الطبية والحيوية اللي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج رحاب المروشد، ومن فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. حقيقة مستمعين، هنالك العديد من الأخبار التي نتناولها في مجال الصحة، والعديد أيضا من الإشاعات التي يتم تداولها حقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللي دائما ما ندعوكم إلى التأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية التي تتواجد لديكم، سواء كانت من خلال الجهات المعنية بالتنظيم، تنظيم عملية القطاع الصحي والطبي في الدولة، أو حتى من الجهات العالمية الرسمية المعنية بإصدار مثل هذه المعلومات الصحية والطبية. أيضا مستمعينا، حاب أذكركم كذلك بأن اللي ما لحق يشوف ملحق البيان الصحي في أعداد السابقة يقدر يدخل على موقع البيان.ae. هذا الملحق اللي تقدمه هيئة الصحة، أو تقدمه البيان بالتعاون مع هيئة الصحة في العديد من المواضيع، في العديد من الأخبار. يمكن أنا بختار لكم هذا الخبر، تقدرون تشوفونه على البيان.ae، وبتحصلون في الإشارة الخاصة بالبيان الصحي. بختار لكم هذا الخبر، يقول: قلب الرجل يشيخ بطريقة مختلفة عن المرأة. أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة رايدولوجي الأمريكية أن قلوب الرجال تشيخ بطريقة مختلفة عن قلوب النساء، ولا توضح هذه الأعمال أسباب الاختلاف في هذا الإطار، لكنها تلقي الضوء على أو حول الأشكال المختلفة لقصور القلب لدى الجنسين، وقد تؤدي إلى تطوير علاجات هادفة أكثر حسب الباحثين. وقال جواو ليما، أستاذ التصوير بالأشعة في جامعة جون هوبكنز والمشرف الرئيسي على هذه الدراسة: نتائجنا دليل واضح على الفكرة التي تقول أن الأمراض القلبية قد تكون ناجمة عن أسباب مختلفة لدى الرجال والنساء، الأمر الذي يتطلب علاجات مختلفة. وشملت الدراسة تحليل صور بالرنين المغناطيسي لقلب نحو 3000 بالغ بين سن 54 64 لا يعانون من أي مرض قلبي، وقد تمت متابعة هؤلاء الأشخاص لمدة 10 سنوات. أجرى بعدها الباحثون صورة بالرنين المغناطيسي لهم للحصول على صورة للقلب بالأبعاد الثلاثة.
وتبين لدى الجنسين أن البطين الأيسر الذي يمتلئ دما مصحوبا بالأكسجين قبل أن يضخه إلى بقية أعضاء الجسم يتقلص مع التقدم بالسن، ويؤدي ذلك إلى تراجع كمية الدم المصحوب بالأكسجين الذي يدخل إلى القلب ويرسل مجددا إلى الجسم. ولدى الرجال أظهرت الدراسة أن العضلة المحيطة بالبطين تكبر وتزيد سماكتها مع التقدم بالسن، فيما تميل لدى النساء إلى التقلص العكس يعني، وتؤدي زيادة سماكة العضلة وتراجع حجم البطين الأيسر إلى ارتفاع في احتمال حصول قصور في القلب. إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذه الظاهرة قد تتطور بطريقة مختلفة لدى النساء منها عند الرجال على ما قال الباحثون. ومن أجل خفض هذا الخطر يصف أطباء القلب أدوية تؤدي إلى خفض سماكة عضلة القلب وزيادة قدرتها، إلا أن هذه الدراسة من خلال إظهارها أن عضلة القلب لدى النساء تتقلص تدفع إلى الاعتقاد بأن قصور القلب لا يعود للأسباب نفسها لدى الجنسين. فريايل قلبهم كبير. عموما أيضا في هذا الصباح تطالعنا الصحف كذلك بخبر يقول جهاز روبوتي مبتكر لخدمة ذوي الإعاقة. تفاصيل الخبر تقول أن استعرضت هيئة الصحة في دبي ضمن مشاركتها في فعاليات معرض إكسبو لذوي الإعاقة 2016 خدمة روبوتية متطورة جدا لتأهيل المرضى بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومساعدتهم على الوقوف والمشي وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية، وهي تقنية تستخدم لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط. وكانت الهيئة استقبلت رواد المعرض من مسؤولين ومتخصصين بمنصة مميزة احتوت على مجموعة من أفضل خدماتها وتطبيقاتها الذكية المخصصة لذوي الإعاقة والمتوافرة حقيقة في مختلف منشآتها الطبية. واستحوذت الخدمات التي تقدمها الهيئة على اهتمام رواد المعرض الذين أشادوا بجهود الهيئة وحرصها على تقديم خدمات عالية المستوى. أيضا نحن على هامش هذا المعرض حقيقة هيئة الصحة من خلال برنامج صحة وسعادة تطرح عليكم سؤال سؤال الحلقة اللي بيفوز فيها بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. السؤال يقول من ضمن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض أو في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، هل هي خدمة تواجد، تطبيق صحتي، خدمة الروبوت الآلي؟ زين، ومع كل فاصل من نقص خيار ما عليكم. عموما اللي يبغي يشارك في هذه المسابقة يقدر أن يتواصل معنا على الرقم 4006 يرسل لنا الإجابة الصحيحة اللي يعتقد أنها الإجابة الصحيحة. نعيد السؤال مرة ثانية، من ضمن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، هل هي خدمة تواجد، تطبيق صحتي، ولا خدمة الروبوت الآلي؟ بعد الفاصل منسلط الضوء أكثر على هذا المعرض، منسلط الضوء أكثر على الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة وهذا الجزء من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل طرحنا عليكم السؤال، سؤال الحلقة يقول من ضمن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، خدمة الخيارات هي خدمة تواجد، خدمة الروبوت الآلي، تطبيق صحتي؟ ارسلوا لنا الإجابة الصحيحة على الرقم 4006. وللأمانة معظم الإجابات اللي توصلنا كلها إجابات صحيحة.
عموما نجحت إمارة دبي هذه المدينة العريقة المتألقة في تقديم نموذج عالمي للتعامل مع ذوي الإعاقة، كما أنجزت حزمة من النظم التي تكفل توفير الرعاية الكاملة وتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة والإسهام بفاعلية في تطور مدينة دبي وازدهارها، وذلك وفق ما تحظى به فئة ذوي الإعاقة من اهتمام خاص ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شأن تحويل دبي لتكون مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020. ومن هذا المنطلق وضمن رؤية واستراتيجية دبي لذوي الإعاقة تولي هيئة الصحة بدبي هذه الفئة المهمة حقيقة أولوية خاصة في استراتيجية التطوير الجديدة التي اشتملت على حزمة من البرامج المتقدمة التي تحقق الصحة والسعادة لذوي الإعاقة، منها برامج الكشف المبكر عن الإعاقة المتصلة ببرامج صحة الطفل والتي تضم مجموعة من الخدمات الإلكترونية والذكية. حول هذا الموضوع موضوع حلقتنا اليوم اللي نخصصه للحديث عن ذوي الإعاقة بمناسبة انطلاق معرض إكسبو ذوي الإعاقة بالأمس، يسعدنا أن نستضيف اليوم معانا عبر الهاتف الدكتورة عليا رفيع استشارية طب الأسرة مديرة مركز البرشة الصحي، والدكتور حيدر وريدان أخصائي النطق واللغة في مستشفى لطيفة. حياكم الله معانا. حياكم الله أستاذ محمود. حياك الله. حياك الله دكتورة عليا ودكتور حيدر معانا ظني صح؟ أهلا وسهلا. أهلا بضيفتنا العزيزة الدكتورة أيضا عليا. يا هلا فيكم. مرحبا دكتور حيدر. طيب نحن ما ندخل في صلب الموضوع بشكل مباشر دكتورة عليا، يعني ما هي الإعاقة والأسباب العامة المسببة لها؟ صباح الخير أستاذ محمود وأصبح على المستمعين، وصراحة أهمي بوجود هذا المعرض والمؤتمر الموجود حاليا إكسبو، لأن كلنا نعرف أن لتتحول مدينة دبي إلى مدينة صديقة للإعاقة نحتاج أن نزيد وعي المجتمع ونشارك معنا جميع الهيئات لنوفر أفضل الخدمات وتأكيد دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا والمهمة في المجتمع من ناحية التعليم الصحة الوظائف وغيرها. طبعا احنا كلنا نعرف ان الإعاقة من الاشياء اللي اولتها او من الامور اللي اولتها حكومتنا اهمية كبيرة، وهي حاليا طبعا ضمن الاستراتيجية اللي نحتاج نصلها في عام 2020. الخدمات الموجودة حاليا لذوي الإعاقة قاعدة تتطور بشكل كبير. وجود ذوي الإعاقة بينا هو وجود شخص لديه قصور في احد الوظائف سواء كانت الذهنية او الجسدية او في احد الحواس، مما يؤثر طبعا على اندماجه في المجتمع. تعريف ذوي الإعاقة طبعا كتعريف موجود في عدة دول وكذلك في منظمة الصحة العالمية، بس أهم هدف في التعريف أن احنا نتأكد أن نقدر ندمج هذا الشخص عندنا في المجتمع في جميع القطاعات. طبعا هذا يعتبر ضمن استراتيجية هيئة الصحة أن يكون الدمج موجود، وأن احنا نتأكد أن مدينة دبي مدينة صديقة للإعاقة من ناحية الخدمات اللي هي خدمات الصحة وغيرها. طيب دكتورة أنا بتوجه حق الدكتور حيدر لأن يتعامل يعني حقيقة مع فئة مهمة وهو أخصائي النطق واللغة في مستشفى لطيفة، لكن هني أبغي أسأل بعيد عن هذا الموضوع دكتور، نبغي نعرف يعني على أهمية رعاية فئة ذوي الإعاقة وضرورة العمل على دمجها بشكل طبيعي في المجتمع، خاصة أن واحد من أبرز الأمور اللي أنا ممكن أتواصل فيها مع المجتمع هو النطق والسمع. فدكتور ما أدري كيف تنظرون إلى أهمية هذا الموضوع؟ أكيد. بداية بس حب أعرف أيضا من ضمن نحن طبعا في غالبية معظم الناس لما نتكلم عن الإعاقة في الغالب يعني يتراولهم أو يتراود الذهن اللي هو الإعاقة الجسدية في الغالب. صحيح. عرفتني؟ بس أيضا لازم في بس من باب أيضا إضافة لكلام الدكتورة، في عنا اللي هو الإعاقة الذهنية، في عنا أيضا الإعاقة اللي هي نسميها الإعاقة النفسية، وفي عنا بشكل عام اللي هي النمائية. عرفت علي؟ ففقط هو يعني الدمج مش فقط مختصر على فرضا الأشياء الشخص الغير قادر فرضا على المشي أو شخص غير قادر على
السمع أو النظر. ففي فئات عديدة تندمج تحت اللي هم مفروض أيضا ننظر لهم بعين الاعتبار بالنسبة للدمج. فهو طبعا موضوع يعني كبير وصعب مختصر بدقيقة أو دقيقتين، ولكن بشكل عام هدفنا نحن في هيئة الصحة لما نشتغل مع الأطفال بغض النظر عن نوع الإعاقة، الهدف منا أن إعادة تأهيلهم بحيث أن يكونوا جاهزين ولو بالحد الأدنى كخطوة أولى اللي هو يسموه الدمج الجزئي، وبعدين هو مرحلة ثانية يسموه الدمج الكلي، عرفتني؟ فأيضا الحمد لله دولة الإمارات وأيضا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سواء المدارس الحكومية أو الخاصة الحمد لله يعني بدوا بشكل يعني مكثف، والحمد لله بشكل عام الدولة ما قصرنا تحاول ترعاهم بحيث أنه يكونوا يعني حقوقهم نفس حقوق أي طفل طبيعي في المدارس العادية. طبعا إذا هيئنا طبعا أسباب النجاح طبعا هالشيء حيساعد الطفل أنه يكون عضو فعال في المجتمع بدل ما يكون عبء على المجتمع. هاي الهدف الأساسي من أن نجعلهم صديق للبيئة اللي هو مثلا دولة الإمارات بشكل عام ودبي خصوصا. فأكيد التوجه هذا أكيد لازم يكون أكيد يعني سبق خطوات حتى لنوصل لمرحلة 2020 يكون جاهزين بعون الله. طبعا حتى لنبتدي بالخطوة هي لازم مثلا في كمثال لو أنا اليوم في البلدية، فلازم هيئة البلدية فكرة التوظيف والأمور هي كلها لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة بحيث أنه يكونهم جاهزين ويكون ما عندهم أي عائق بحيث أنه يمارسوا عملهم الطبيعي مثلهم مثل زملائهم في العمل. طيب، وهذا الشيء طبعا يتعمم على جميع الهيئات الحكومية نعم. والخاصة. دكاترة، أنا بس بلخص الكلام اللي أنتوا قلتوه عن تعريف الشخص المعاق، هو الشخص اللي ممكن نحن نقول عنه أنه مصاب بعجز كلي جزئي خلقي أو غير خلقي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدرات الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى اللي ممكن أنه يحد من إمكانية تلبيته لمتطلبات الحياة العادية في ظروف أمثال من المعاقين. نعم. طيب، كلام جميل. طيب الآن إذا أنا ما بتحدث عن عمليات المسح الشامل اللي تجريها هيئة الصحة بدبي للإعاقات بشكل عام، أنا أبغي أتطرق هني حقيقة عندي بعض الأرقام من 2013 دكتورة لتقديرات الأمم المتحدة حول أن 10% من سكان العالم يعني حوالي 650 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، 80% منهم في البلدان الفقيرة اللي تنعكس الحالة الاقتصادية الضعيفة على أوضاعهم. أيضاً هذا الكلام في 2013، أعتقد في إحصائيات جديدة في هذا المجال قد تكون الأرقام تفاقمت أو نزلت ما أدري، لكن الإحصائيات تشير أن ما بين 80-90% من معاقي البلدان النامية في سن العمل ويعانون البطالة، وتقول منظمة اليونسكو أن نحو 90% من الأطفال المعاقين في الدول النامية لا يرتادون المدارس. اللهم لك الحمد، نحن عايشين في حكومة أو في مجتمع هذه الأمور كلها ما نشوفها. فهني أبغى أتحدث عن عمليات المسح الشامل اللي تجريها هيئة الصحة بدبي للإعاقات بشكل عام. طبعا بالنسبة لعمليات المسح الشامل، احنا نعرف دائما أن أهم خطوة يعني في التعامل مع ذوي الإعاقة هي الاكتشاف المبكر. كل ما احنا تأكدنا أن الطفل يكتشف في مراحل مبكرة، وقد نقدر نكتشف أحيانا قبل الولادة في فترة الحمل، بعض وسائل التدخل تساعدنا في اكتشاف بعض الإعاقات، وبعض الإعاقات قد تحسن حتى في مرحلة الحمل، وكذلك من بعد الولادة مباشرة نتعرف على بعض الإعاقات. برامج الكشف المبكر عن الإعاقات يساعدنا بشكل كبير، لأنه يخلينا نتأكد أن برامج التدخل المبكر وإعادة التأهيل تبدأ في سن مبكرة، خاصة في أول سنتين. الكثير من الإعاقات ممكن أن احنا نقلل نسبة العجز فيها أو القصور فيها إلى نسب قليلة جدا، وبعض الحالات قد تقدر تتخل تماما تدمج تماما في الحياة إذا ضمننا وجود برامج تدخل سواء كان في النطق أو الحركة أو الأجهزة أو برامج تدخل السلوكي، هذا طبعا مثال، أو العلاج الطبيعي في أول سنتين. الكثير من الحالات مشكلتها أنها تطوف بعد هذه الفترة أو بعد حتى 3 أو 4 سنوات غير مكتشفة. طبعا برامج تدخل المبكر والمسح مختلفة، بعض الأمثلة عليها مثلا عندنا المسح المبكر اللي يصير عندنا في الأمراض الجينية والأيضية، هذا يكون في اليوم الخامس من اليوم الثاني الثالث أو الخامس للأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية،
عن طريق وخزة الإبرة في كعب القدم. يتم اكتشاف تقريبا ما يقارب 36 حالة من المشاكل الأيضية. طبعا هذه لما تكتشف بشكل مبكر مع 5 أو 4 بعد حالات في اختلال الهرمونات، نضمن بشكل كبير بإذن الله أن نقلل نسبة الإعاقة بشكل كبير، وفي بعض الحالات يتم علاجها مباشرة. طبعا هذا موجود حاليا الحمد لله خدمة مجانية لكل من يعيش أو لكل من يولد في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه أحد نماذج الكشف المبكر. نموذج آخر هو الكشف المبكر عن في تقييم الأطفال الخدج في مستشفى لطيفة. تقريبا خضع في إحدى السنوات سنة 2014 500 طفل، يعني نسبة 100% لكل الأطفال اللي مرون في الطفل الخديج اللي مر في الحضانة، حضانة المستشفى، يتم على الكشف عن جميع الإعاقات الموجودة عليه ويتابع إلى أن يتم تشخيص الحالة. كذلك عندنا الكشف المبكر عن اختلالات الدم والأمراض الثلاسيميا، يتم هذا طبعا في مراكز الرعاية الصحية الأولية. يوجد كذلك الكشف المبكر عن التوحد اللي هو عن طريق استخدام أداة نسميها الإمتشات، كذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية. تم تحويل 3% من الحالات إلى بعد التشخيص كحالة توحد إلى الرعاية الثانوية. عندنا كذلك الكشف المبكر عن الإعاقات اللي هي الحسية مثل الإعاقات السمعية والبصرية. السمعية أول ما يولد الطفل يتم إجراء بعض المسوحات البسيطة، والحالات الإيجابية يتم متابعتها. كذلك نفس الشيء بالنسبة لفحص العين، يمكن هو بالفحوصات البسيطة التي تجرى للتأكد أن الطفل العدسة عنده سليمة وانعكاس البصر عنده سليم. من الأهداف الاستراتيجية في استراتيجية كذلك ذوي الإعاقة مجتمعي مكاني لضمان كون مدينة دبي مدينة صديقة للإعاقة بحلول عام 2020، أحد الأهداف الاستراتيجية هي كذلك إيجاد الفحص المبكر بمدح شامل لجميع الأطفال الذين يولدون في مدينة دبي. هدف هذا البرنامج نحن نستخدم أحد الأدوات العالمية الموافق عليها أو المستنبطة، يعني هذا الكشف بيساعد أن جميع الأطفال يولدون في الدولة يمرون في مرحلة من الكشوفات أو من المسوحات بالأصح. أغلبها بيكون عن طريق الأسئلة، نسأل الأهل أسئلة معينة عند حضورهم من المركز، وبعضها قد يدخل في البرنامج الإلكتروني لهيئة الصحة. من خلال هاي الأسئلة نقدر نعرف أين توجد مناطق النقص أو الإعاقات. طبعا يصير على عدة مراحل. هدف هاي البرامج أن نرفع الوعي في المجتمع بأهمية الكشف المبكر. 2، نجد يعني نطلع الحالات من بدايتها ونبدأ في التدخل المبكر. نرفع كذلك وعي الكادر الطبي في التعامل مع هاي الحالات. جميل دكتورة، أنا بتوجه لدكتور حيدر بس قبل لا أطلع الفاصل. دكتور، يعني هني نتحدث عن الأطفال ودور الأولياء الأمور المساند لتفادي الإعاقات وعلاجها بشكل مباشر، وأنت أعتقد أنك تمارس هذه المسألة بشكل يومي، فخلنا نتكلم عن هذا الدور دكتور. طيب أوكي، بس أضيف شيء مهم جدا ذكرته الدكتورة عليا، اللي هو ضمن الأشياء اللي في مستشفى لطيفة عادة كستاندرد عنا اللي هو المسح بالنسبة لموضوع اللي هو السمع. مثل ما نعرف اللي هو السمع والبصر هما المفتاحين الأساسية للتعلم، فوجود اللي هو الكشف المبكر بيساعد لا سمح الله تفادي أن الطفل يكون عنده إعاقة في اللي هو التواصل الكوميونيكيشن. فأعتقد يعني الأمور اللي ذكرتها حضرتك والدكتورة عليا من الأمور اللي جدا جدا أساسية اللي تساعد على أن اللي هو العلاج المبكر أو تدخل مبكر حتى ممكن نسهم في العلاج بشكل سليم للطفل. أما بالنسبة لدور الأهل بأنهم يعني يساهموا في شيء، أول خطوة طبعا دور الأهل أنهم يثقفوا أنفسهم من خلال فرضا في عدد كبير من المحاضرات لما أحضرها يشرفني ويسعدني لما أشوف الأهالي أيضا موجودين معنا، يعني مش فقط للمحاضرات والوركشوبس يكون فقط للمختصين، بس أيضا وجود الأهالي معنا وحبهم وشغفهم للمعرفة وكيف يتعاملون مع أطفالهم، أعتقد هذا له دور كبير جدا. وبالعكس أنا شيء يسعدنا لما نشوف الأهالي أنه يعني دورهم يعني هم مكمل، بل أحيانا في بعض الأحيان دورهم أفضل من دورنا في تكملة للعلاج. نعم. كمثال اليوم لما يجيني الطفل أجلس معه مثلا جلسة لمدة 45 دقيقة، في آخر الجلسة أتناول جوانب اللي هو أهم النقاط مثلا ممكن الأهالي يركزوا عليها لين يوصل الطفل الجلسة القادمة، فالشيء حيسهم أن العلاج يكون أسرع ويكون مثمر أكثر. طيب دكتور، أنا برجع لكم في هذا الحديث، لكن مضطر أني أنا أطلع مع فاصل قصير، لكن قبل الفاصل خلينا أذكر المستمعين بسؤال الحلقة. يا جماعة الخير، ترى نحن نوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال في تمام الساعة 10
وخمسين دقيقة وما نسحب على الفائز. سؤال يقول: من ضمن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، خدمة تواجد تطبيق صحتي، خدمة الروبوت الآلي. وما قلنا نحن مع كل فاصل ما نحذف إجابة، فنختار أن نحذف تطبيق صحتي. فالسؤال يعني الخيارات اللي عندكم: خدمة تواجد ولا خدمة الروبوت الآلي. نحن فاصل وما نرجع لكم، لا تنسون ترسلون إجاباتكم على الرقم 4006. صحة وسعادة. حياكم الله معانا مرة أخرى مستمعينا الكرام في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا، نذكركم بسؤال الحلقة اليوم: من ضمن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، خدمة تواجد أو خدمة الروبوت الآلي؟ يمكنكم إرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4006، وسوف نتوقف عن استقبال الإجابات تقريبا بعد أكثر يعني 11 دقيقة، ومنوقف استقبال الإجابات على أساس أن نعطي وقت حق الكنترول أنهم يجرون السحب على الفائز. أيضا مستمعينا، متواصل معاكم على موضوع حلقتنا اليوم ذوي الإعاقة في أجندة هيئة الصحة بدبي. كان معنا عبر الهاتف ضيفاي في هذه الحلقة: الدكتورة علي رفيع استشارية طب الأسرة مديرة مركز البرش الصحي، والدكتور حيدر وريدان أخصائي النطق واللغة في مستشفى لطيفة. حياكم الله معنا مرة ثانية. حياك الله محمود. طيب، نحن دكاترة يعني كنا نتحدث في العديد من المواضيع في هذا المجال، لكن خلونا بس على الأقل نتناول بعض الأمور اللي ممكن أن نقول عنها أسباب الإعاقة، اللي هي قد تكون أسباب وراثية ولا أسباب بيئية. دكتورة، أنت تناولتي بعض الجوانب الخاصة بالفحوصات اللي تتم على أساس أن تجنب بعض الأسباب هذه، سواء كانت وراثية أو كانت الأسباب البيئية، فخلينا نتعرف على الأسباب الوراثية شو هي؟ طبعا الكثير من الأسباب الوراثية اللي تسبب عندنا الإعاقة هي الأمراض اللي تنتقل متوارثة في العوائل، مثل الاختلالات الجينية. كمثال عندنا المصاب بمتلازمة داون، هذا عبارة عن اختلال يصير في أحد الجينات ونتيجة تكون طفل مصاب بإعاقة معينة، رغم أن هذه الحمد لله من الإعاقات اللي لها خدمات متوفرة كثيرة في الدولة، لكن التغيير الجيني فيه حاليا عليه دراسات. بعضها يكون طبعا عبارة عن الاختلالات الوراثية من ناحية الأيض، اللي هي عبارة عن أن يكون في تغير معين كذلك في الاستقلاب في الخلايا، ويكون كذلك في العائلة. بعضها قد ينتقل في العائلة بشكل سائد، يعني نلقى أن العائلة فيها عدد كبير، أغلب الأطفال قد يكونون مصابين، وبعضها لا، قد تطلع على شكل طفرات، يعني مثلا تلقى العائلة كلها تماما سليمة ويطلع لك فيه طفل فيه إعاقة. بعض الإعاقات طبعا تنتج من مشاكل تصير في فترات الحمل، مثلا الأمراض اللي يصيب المرأة الحامل، أدوية مثلا أخذت بطريقة غير صحيحة، هذه بعد أحد أسباب الإعاقات. بعضها أمراض الدم تكون طبعا أكثرها كذلك منشأها من الجين، قد يكون اختلالات في الأيض في الدم، أو الاختلالات اللي هي في جينات مادة الهيموغلوبين، فتنتج عندنا بعد بعض الاعتلالات الأخرى. في طبعا أسباب أخرى ما لها علاقة بالإشعاع يؤثر على وجود طفل ذوي إعاقة. كثير من الإعاقات حتى لو كانت تنتج من نتائج جينية، قد يمكن تحسين نتيجتها عن طريق التدخل المبكر عند الأطفال. وبعض طبعا هذه الاعتلالات بالكشف المبكر أو الكشف حتى عند الأم الحامل، بعض التحاليل تجرى للأم الحامل والاهتمام بالعناية بالأم الحامل أثناء فترة الحمل، قد نقيها أو نقلل نتائج الإعاقات اللي ممكن تنتج عند الطفل. طيب دكتور، لأن بعض الإعاقات تصير في فترة الحمل. أنا هني أبغي أنتقل إلى الأسباب البيئية، وفي من ضمنها تطرقت لها في هذا الحديث، يعني اللي هي حصيلة المؤثرات الخارجية اللي بدأت تلعب دورها منذ الحمل حتى الوفاة، وأيضا تمضي يعني بشكل متوازي مع القوى الوراثية اللي يعني منذ النشأة هي في علاقة تفاعلية
مع المؤثرات ما قبل الولادة والمؤثرات أثناء الولادة والمؤثرات ما بعد الولادة. طيب إذا ما قسمنا هذه الأسباب البيئية على هذه الثلاث مؤثرات، فنحن تطرقنا إلى بعض المؤثرات اللي هي أثناء اللي هي ما قبل الولادة، لكن بخصوص المؤثرات اللي هي أثناء الولادة شو ممكن تكون؟ طبعا أثناء الولادة بعض الولادات اللي هي تكون الولادات الصعبة أو اللي يصير فيها بعض مثلا المشاكل أو المضاعفات قد ينتج عنها طفل عند ذوي إعاقة، يعني الحمل يكون طبيعي الطفل يكون طبيعي، لكن أثناء الولادة إذا صارت قضية نقص ما نسميه أو متعرف أنه صار نقص الأكسجين أو صعوبة في الولادة تأخر وصول الأكسجين لدماغ الطفل قد ينتج عنه بعض الإعاقات الحركية وبعض الإعاقات اللي هي يعني تصيب أغلب جسم الطفل مثل الشلل الدماغي اللي يصير. هذه الإعاقات بعضها يحدث أثناء الحمل بس نسبة كبيرة تصير عندنا من مضاعفات تحدث أثناء الولادة اللي هي تنتج عنها حالات مثل حالات الشلل الدماغي أو بعض الإعاقات الحركية. صحيح. وكذلك بعض الأدوية اللي ممكن تأخذها الأم، كذلك الإشعاع الموجود حاليا في مجتمعات كثيرة نتيجة الحروب، التلوث حتى البيئي ينتج عنه كذلك إعاقات مسجلة حاليا في بعض الدول. وقد تكون في بعض الدول أعلى من دول أخرى. صحيح. طيب أنا دكتور حيدر، يعني إذا بضيف على كلام الدكتورة شيء، وأيضا أبغى أتكلم عن الجهود اللي تقدمها مستشفيات ومراكز الهيئة للوقاية من الإعاقة. طيب بالنسبة للموضوع اللي هو العامل البيئي، حاب أضيف أن أيضا العامل البيئي بيلعب دور كبير في تطور الطفل، وأيضا ممكن يكون في نفس الوقت يعني العكس تفاقم الحالة أيضاً. كذلك إذا كانت عنده حالة كمثال لو فرضنا الطفل، أنت مثل ما نعرف كان مجتمعاتنا بشكل عام الدول العربية كان العامل الاجتماعي فيها عامل قوي وحاضر، في الوقت الحالي للأسف الأب يكون في الدوام والأم في الدوام أيضا، فعملية اللي هو الوقت الأسرة يعني يكون معهم وقت أن يكونوا مع بعض قليل جدا، وبالتالي اللي هو تلقي اللي هو الماضي التعول اللغة يكون من عفوا مع احترامي طبعا الفئة العاملة سواء كان الخدمات أو الناني، فوجودهم طبعا إلى عوامل سلبية لأنه ما حيكونوا قدوة لغوية سليمة للطفل، فبالتالي ممكن يؤدي أيضا إلى تأخر اللي هو اللغوي أو اكتساب اللغة بطريقة خاطئة. نعم. هي بس أنه كمثال بسيط من ضمن تخصصي يعني. نعم. اللي هو العامل البيئي له لا شك دور كبير. بالنسبة لأتفضل بالنسبة للجهود دكتور اللي تقدمونها. والله شوف نحن يعني بنحاول بقدر الإمكان نحاول مثلا اللي هو بشكل مستمر اللي هو سواء دورات أو ندوات أو شيء اللي هي التثقيفية دائما بنحاول سواء عن طريق الميديا مثل الإعلام مثل برنامج حضرتكم أو تواجدنا بشتى المجالات أو بشتى الأنشطة الموجودة، دائما هيئة الصحة موجودة لنشر الوعي، لأن الوعي هو الأساس المفتاح الأساسي، إذا كان الأهل عندهم الثقافة أو توصلهم المعلومة بشكل سليم فبالتالي بتجنبهم للأمور اللي قد تؤدي إلى الإعاقة بيكون جدا يعني مؤثر. مثل ما تكلمت الدكتورة مثلا فرضا الكشف المبكر أو حتى قبل الزواج اللي هو الفحوصات اللي هي تم يعني تداولها بحيث أنها تساعد تجنب أي مشاكل مثلا فرضا عوامل وراثية أو أي أسباب تانية. فأعتقد دور لما يكون الشخص تعطيه السلاح اللي هو سلاح العلم والمعرفة لما نعطيها للمجتمع أعتقد حيكون دورهم مكمل جدا لدورنا. نعم. طيب دكتورة عليا، نعم، أنتوا في المراكز الرعاية الصحية الأولية عندكم الكثير من هذه الجهود والكثير من الأمور اللي تقدمونها في هذا المجال، خلينا نتعرف على الخدمات اللي وفرتها الهيئة لتحقيق الهدف اللي نحن نسعى له من خلال أن تكون دبي صديقة لذوي الإعاقات. نعم، في البداية طبعا حاليا من الخدمات المقدمة احنا نحاول نبدأ من مرحلة ما قبل الزواج، يعني قبل حتى ما يتكون هذا الطفل، عن طريق الفحص المبكر لفحص الزواج. يعني في البداية طبعا احنا في كل جلسة لفحص ما قبل الزواج نتأكد ان مثلا بعض الفيتامينات او بعض المواد تأخذها الأم قبل فترة الحمل
كذلك مثل ما ذكر كذلك الدكتور حيدر اللي هي الفحص ما قبل الزواج، هذا يقي كثير من الاختلالات ومن الإعاقات لأنه نكشف فيه عن وجود مرض الثلاسيميا وبعض الاختلالات في الدم والهيموغلوبين. طبعا وجود الكشف المبكر في حالة ما قبل الزواج قد يؤثر على قرار المقبلية على الزواج، بها طريقة نقي من حدوث بعض الإعاقات كذلك أو المشاكل ما بعد الزواج. بالإضافة لذلك فترة الحمل، وجود المتابعة الصحيحة في فترة الحمل للأم عن طريق طبعا التصوير الدائم للأم، عمل التحاليل المخبرية لها، إعطائها بعض الأدوية في حاجتها، التدخل في حال وجود مشاكل الضغط والسكر، مجرد العناية الصحية الفائقة التي تقدم للحامل إذا قدمت بطريقة صحيحة نقي من حدوث نسبة كبيرة من الإعاقات اللي ممكن تنتج إذا كان عندنا حمل لم يتابع يعني أو في مشاكل صحية ما حد يتابعها. كذلك بعد أثناء الولادة تقديم خدمات صحية ممتازة في مستشفى لطيفة أو أي في مستشفى مستشفيات الدولة، الولادة السليمة تقينا من حدوث بعض الإعاقات. ما بعد الولادة في المراكز الصحية عندنا عدة خدمات، مثال منها فحص كعب القدم اللي هو طبعا يكشف على أكثر من 36 إعاقة مع الكثير من المشاكل الهرمونية والغدد الصماء. هذا كشف أنا أنصح أنه ما في شخص مقيم على أرض الدولة الكريمة هذه اللي قدمت التحليل بشكل مجاني للجميع بالتعاون مع الوزارة في وزارة الصحة في ومختبرات مدينة أبوظبي، نكشف فيه عن الكثير من الاعتلالات. كذلك الثلاسيميا يقدم فحص الثلاسيميا على عمر السنة وفحص الأنيميا. طبعا مع كل جلسة للتطعيم للطفل اللي يصير في مراكز الرعاية الصحية الأولية ما شاء الله بالأعداد الكبيرة جدا اللي نستقبلها، مع كل جلسة تطعيم يتم تقييم الطفل عن طريق الممرضة بمجموعة كبيرة من الأسئلة. هذه الأسئلة تضمن نحن نكتشف كذلك مجموعة من الإعاقات حتى لو كانت البسيطة الواضحة بالنسبة للأهل، ويتم تحويل الحالة بناء عليها. كما يوجد زيارات لطبيب صحة الطفل، خلال هذه الزيارات يتم السؤال الأم عن جميع المؤشرات مثل المؤشرات الحركية، وضع الطفل كيف هل هو مثلا النظر السمع، كيف تعامله مع الأم، كيف يعني حتى عشان نكشف عن الاختلالات النفسية والعقلية، كيف الطفل في تواصل بينه وبين الأهل، جميل. كيف حركته، ويتم فحصه مباشرة مع وجود بعض التحاليل. بمجرد أن احنا نحس أن الطفل في علامات مثلا في تطوره أو نموه نمائية أقل من عمره أو في شيء الأم لاحظته، يتم تحويل على طول بالتحاليل والأشعة أو للمستشفى المعني، جميل، للتأكد من وجود هذه الإعاقة. جميل. دكاترة الوقت يعني بدأ ياخذني نحو النهاية، أنا باخذ بعطيكم كل واحد فيكم دقيقة أنه يبغي يوجه كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء. دائما نحن نقول ladies first، لا نحن اليوم ما نعكس، ما خلي الدكتور حيدر يبتدي معنا. تفضل دكتور. لا أكيد، لا وجود الدكتور بالعكس. الله يخليك الدكتور. أول عرف يلا راحت دقيقة، تفضل دكتورة. دكتور حيدر شكرا أخي محمود. طبعا أنا الرسالة إذا بوجهها لحد أنا أوجهها دائما للأمهات والأهالي، أن بمجرد ملاحظتك لأي تساؤل يعني ملاحظتك لتغير أو عندك تساؤل عن صحة الطفل أو حسيت أن نمو هذا الطفل مقارنة بأي طفل آخر غير طبيعية، ما نترك الأمر وننتظر، لا نروح مباشرة ناخذ استشارة الطبيب. الشيء الثاني اللي أنا أنصح الأمهات والأهالي، في حالة أن احنا كنا عارفين أو لاحظنا وجود تأخر، ما نجعل هذه وصمة العائلة أو نحن نخفي الطفل عندنا، ناخذ لأقرب مكان ونقدم له العلاج، لأن أي طفل عنده إعاقة طبيعي تركها راح يأخرها. ولازم نعرف أن الطفل المعاق هو طفل في المجتمع لحق أن يحصل على جميع الخدمات، ما يترك في المنزل أو أن احنا نفصح عن هذا الشيء في وقت متأخر. نعم. هذا الطفل مثل اللؤلؤ لنا، مفروض أن كل ما نقدم له خدمات، وأنا أتمنى من أي أم أو والدين يكون حسون بوجود غير طبيعي يأخذون الاستشارة الطبية مباشرة. شكرا دكتورة عليا. دكتور حيدر شكرا يا أخي محمد، شكرا جزيلا. بس نصيحتي صغيرة اللي هي نرجو من جميع الأهالي أنه ما يأخذوا معلومات مغلوطة من عامة الناس، إذا في حال لو عندهم أي سؤال بغض النظر شو التخصص يأخذوه من الشخص المتخصص، أنه يكون معلومة سليمة وأفضل، ونجنب أطفالنا لا سمح الله أي مشاكل في المستقبل. هاي أهم نقطة. دكتور حيدر وريدان أخصائي النطق واللغة في مستشفى اللطيفة، والدكتورة عليا رفيع استشارية طب الأسرة مديرة مركز البرشة الصحي، نحن شاكرين لكم تواجدكم معنا على الهاتف والمشاركة في هذا الحوار الثري. شكرا جزيلا لكم. محمود يعطيك العافية. شكرا. شكرا. وطبعا دكاترة ما يونا على الاستوديو لأنه عنده مواعيد ومرتبطين بهذا، لكن آثرنا أن نحن نطلعهم على الهاتف على الأقل على أساس نحقق الفائدة الكبرى لكم مستمعينا. أيضا مستمعينا نحن بس يعني عشان
أخذ الوقت بشكل سريع، بعلن اسم الفائز في سؤال الحلقة. سؤال الحلقة كان عن الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة في معرض إكسبو ذوي الإعاقة الذي انطلق أمس، منها خدمة تواجد أو خدمة الروبوت الآلي، والإجابة الصحيحة هي الروبوت الآلي. والكمبيوتر سحب لنا اسم الفائز معانا، زايد فيصل السويدي. زايد فيصل السويدي فاز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016. عموما مستمعينا، أنا ما رح أزيد وأعيد على كلام الدكاترة اللي قالوا، لكن للأمانة يعني قضية الإعاقة هي ليست قضية فردية، بل هي قضية مجتمع بأكمله. عندما نتحدث عن هذه القضية، هذه القضية تحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة كذلك، للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية، كما أن تأهيل وتعليم وتدريب الطفل ذو الحاجة الخاصة للتكيف مع مجتمع يعتبر يعني مسألة ملحة، تعتبر مسألة ملحة وغير كافية أيضا في ميدان التربية الخاصة الحديثة، لأن يجب عليه أن يتكيف مع البيئة الطبيعية اللي يجب أن تلبي احتياجاته ومتطلباته، حتى يكون هنالك تفاعل مستمر بين هذه الفئة وغيرها من الأطراف. إذن يعني دولة الإمارات حقيقة عندما تتوجه بهذا التوجه، إمارة دبي عندما تتوجه بهذا التوجه بأن تكون مدينة صديقة لذوي الإعاقات، فهذا التوجه ينبع من استراتيجية تحترم الإنسان، والإنسان أولا والإنسان فقط، بغض النظر عن حالته إذا كان هو سليم ولا معاق. أيضا كذلك يعني حقيقة في وايد نقاط الواحد ممكن يتناولها في هذا المجال، أنا حاولت أن أختصرها في هذه المداخلتين مع الدكاترة اللي كانوا موجودين معنا. هنالك يعني أمور كثيرة اللي إذا ما منطرحها في موضوع الإعاقة وذوي الإعاقة، يعني في وايد نقاط وايد مهمة والواحد لازم يطرحها، لكن إن شاء الله بنحاول في القادم من الأيام، في القادم من الحلقات، أن نطرحها بشكل مفصل من الصعوبات اللي تواجههم، وأيضا إعداد عملية التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف ممكن نحن نعلمهم وكيف ممكن ندربهم، فكل هذه الأمور، وأيضا شو هي حقوقهم كذلك، سواء في العمل، حقوقهم في المجتمع، حقوقهم الصحية وغيرها. لكن كل هذه الأمور في صوب، ونحن نركز على موضوع الوقاية. الوقاية يا جماعة الخير وايد مهمة، لأن شفتوا أنتم معظم البرامج اللي نحن نطرحها حاليا هي برامج وقائية لعدم يعني الوصول إلى مرحلة أن ممكن نحن على الأقل نقلص من هذه المسألة بشكل أو بآخر. طبعا أنا كل ما أتكلم آخر شيء تيني رحاب تطالعني بنظرة الله يخليك خلص. فعموما أنا ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لمخرجتنا رحاب المروشد، والشكر الأكبر لطاقم الإعداد بقسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة في نفس الموعد، تقبلوا تحياتي وأقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.